أول شروق في أول يوم من سنة 2023. هو زمن تطبيق التعاليم الروحانية في العالم المادي. رسل المحبة، أصدقاء دار السلام، سنعرض لكم حكايتنا في عام 2023. بعد أن تشافينا من داخلنا بكورس المعرفة الشاملة، بدأنا عامنا مع أقوى استثمار في حياتنا، كورس التأمل بالمعرفة الشاملة، الكورس التأمل العرفاني، كورس الشمولية التأملية، كورس تقنيات التأمل، كورس ماذا يعني التأمل؟ إن كل ما يتم التعبير عنه بشكل عفوي له جمال وسحر خاص به. تحت شعار جمال الخدمة بعفويتها أقيم التجمع الطبي 25 في دار السلام. وفي عيد القديسين من هذا العام كانت الانطلاقة الرسمية لجمعيتنا العالمية المرخصة أصولاً، جمعية رسل المحبة. حاليا بالأزمة دكتور أسس هاي الجمعية في فرنسا، وهي منظمة بشكل قانوني ومؤسسة بشكل يعني سليم، وإلى فرع بكندا وإلى مجموعة أصدقاء هون بسوريا عم يشتغلوا على الأرض. هلا من قناعتنا إنه لازم الإنسان يقدم شيء، يعني مثل ما بيقولوا إنه يشعل شمعة بدل ما ينق من الظلام. مجموعة رسل السلام منحب تقديم الأعمال الخير ومن نفوس واعية، ما في غايات فردية للموضوع، يعني من باب الوعي عم نعمل هيدا الشيء، من باب المحبة، ما بننطر من الآخر اللي بيسعدنا إنه قبل إنه نحنا نساعده. إيمانا منا بأن المحنة والاضطرابات والمخاوف أمور ثابتة لكل البشرية، لكن القلب المنفتح يستمع إليها برحمة وتعاطف ويجيب بمحبة. انطلقت فعالياتنا لمساعدة إخوة لنا وجدوا أنفسهم خارج بيوتهم بعد الزلزال. نتعاون على الخير ونلتقي على المحبة، كان هذا هو هدف مبادرتنا المشتركة مع جمعية سنديان. تعاون آخر مع شبيبة الثورة في اللاذقية. تحت شعار الوعي الحقيقي يظهر بتطبيق الروحانية في واقعنا الحياتي، كان التجمع الطبي 24 الأكبر والأضخم بكل شيء. لم تنتهي التحديات الخارجية بالتأكيد، لكن قدرتي على التعامل معها فيها سعة أكبر وتقبل أكثر. هي فرصة كونية. كان بمثابة مسافرة بسلام في درجات التعاليم على طريق السلام. هذا الكنز الداخلي الذي ربما لن تحصل عليه من مكان آخر. كانت هذه بعض من آراء المشتركين حول كورس التشافي بالمعرفة الشاملة وكورس الشامل في التأمل. لأن الوعد دين علينا تسديده، متابعة لمبادرة حماية ودعم الأمهات التي أطلقها الدكتور نواف الشبلي عن روح والدته وروح كل أم فاض قلبها بالتربية الصالحة والحنان. كانت مبادرتنا بتكريم بعض من الأمهات من جمعية ذوي الهمم فرع السويداء، وبنفس الوقت تم تكريم الأمهات الصابرات على الفقد والأذى من ضحايا الزلزال المدمر في اللاذقية.
رمضاننا كان رمضانا للنور بمبادرة الشهر الفضيل لتوزيع سلل المحبة من رسل المحبة في الساحل السوري لإخواننا المتضررين من الزلزال. وفي السويداء أقيم حفل إفطار للمتضررين من الزلزال في المنطقة. حتى نقول لأهلنا المتضررين بالزلزال أنه أنتم بين أهلكم، قلوبنا قبل بيوتنا مفتوحة لهم. دار الهدف الأساسي منها هو نشر الوعي. الوعي هو بناء العالم الداخلي للإنسان، واللي بشكل طبيعي رح يتجسد بعالمه الخارجي، فما في الداخل يساوي ما في الخارج، هذا قانون كوني. تحت شعار الخدمة والمحبة وفرح العطاء ديننا، كان التجمع الطبي 25 في دار السلام. لأن التعاون على الخير هو تنشيط لمركز الخير بنفوسنا، كان تعاوننا مع الفنانة آية مهنة بإقامة حفل خيري في كندا عاد ريعه لتأمين فرص عمل ومأوى لضحايا الزلزال في سوريا. ثباتا منا على مركزية الخير والعطاء، واستمرارا لسعينا لتدريب أنفسنا على التواضع والجاهزية الدائمة والاحترام، استكملت مبادرتنا في الشهر السادس. مع قدوم عيد الأضحى المبارك كانت هدايانا الرمزية لما لا يقل عن 400 طفل وطفلة، كانت كافية لزرع فرح العطاء وتحقيق معنى عيد الأضحى بسمو. امتناننا لكل من يضحي ليقدم الآخر على نفسه فيحقق معنى عيد الأضحى. الثمن كان باهظا جدا للوصول لمثل هذا المنبر، والتضحيات التي تم تقديمها لا يمكن تصديقها. يا أقدارنا، نتعمد بالنار لنولد بالنور. المحبة هي روح
حياتنا، والخدمة المكرسة هي طريقنا لله. وددنا الأدوية بمحبة مع أمنياتنا بالشفاء للجميع وعلى كل المستويات. يجب أن نبذل قصارى جهدنا لتخفيف معاناة الآخرين بأي طريقة ممكنة، تحت شعار نخدم أنفسنا بخدمة الآخرين من حيث ندري أو لا ندري. تم إنجاز فعاليات العطاء 26. الفان 23. تحقق الوعد بنشر ثقافة دار السلام وربطها بمنبعها مدينة السلام مع السعي لتوحيد الجهود تحت شعار عالم واحد عائلة واحدة.
بدأنا شهر أيلول باستضافة مبادرة أبناء بلدة عريقة لتكريم المتفوقين في شهادة التعليم الأساسي والثانوي، وذلك في دار السلام. وطبعا النجاح الأهم هو في اختبارات الحياة لنكون من الفائزين في الحالتين، التعليم الخارجي education والتعليم الداخلي educare. مع بداية العام الدراسي كانت أمنياتنا للطلاب بعام دراسي جميل وبنشاط عمه الفرح والحب. تم توزيع ما يزيد عن 1500 حقيبة مدرسية متكاملة في محافظات سورية عديدة. تأمل، يوغا، محاضرات، أسئلة وحوارات، غناء تعبدي، كل هذا كان في دورة رفع الوعي الجمعي في دار السلام التي جمعت بعضا من رسل المحبة حول العالم. من زيارة العاملين في القطاع الصحي إلى دار السلام. بتمدد وعينا نضيء عالمنا بالنور الشافي. كانت هديتنا من رحلة الهند هي كورس الماستر بالنور المقدس، فاستكملنا في هذا العام المستويين الأول والثاني مع ترقبنا للمستوى الثالث في العام الجديد. Thank you.
هل يتجلى الله؟ تذكر الحيوات السابقة هل هو دليل وعي؟ حراك السويداء وعالمية رمز العالم. من الأسئلة التي تمت مناقشتها في زيارة مجموعة هارموني لدار السلام، وتجدون الإجابات على قناة بناء الإنسان في البعد الخامس. تخليدا لذكرى الحكيم المبارك ساتيا ساي بابا في بداية الذكرى المئوية لميلاد نور وعيه، كانت مبادراتنا في شهر تشرين الثاني. بعد ثبات بمحبة لا مشروطة وعطاء بلا حدود، وتحت شعار كلما أردت الوفرة والثراء ما عليك سوى مد يد المساعدة والعطاء، كان التجمع الطبي 27 في دار السلام. عمل واحد نسير فيه على طريق الحكماء يوازي كل الكلمات التي يمكننا أن نقولها في حياتنا عرفانا لهم. احتفالات الميلاد في دار السلام. هو الميثاق، واحد بيقول انصلت وواحد بيقول ما انصلت. أظن الحقيقة ماذا نعني بكلمة الروحانية؟ أفكار من الأفكار الشاعر هي تعتبر قمة الوعي التوحيدي بالجودة. السؤال مو صعب. لا، بديني شو السؤال.
نحن الآن بمرحلة انتقال حساسي بهذا الزمن غير مقبول الأنانية العائلة. هي موجة تمر على الأرض اسم بدايات العصر الذهبي. وكان نشر المعرفة مستمرا بانتظام على قنوات اليوتيوب وصفحات الفيسبوك التي تدار من قبل رسل المحبة حول العالم، وصفحات الفيسبوك الخاصة بالدكتور نواف الشبلي، وتيك توك، والإنستغرام. وقد تم زيارة الهند 3 مرات في هذا العام لتحقيق ما كان خيالا أو شبه مستحيل، وما زالت الرحلة مستمرة لعل أسرارها تنكشف عبر الزمن. رسل سلام، السلام الذي ليس له بداية أو نهاية. ضعوا نور السلام أمام البشرية، عيشوا الحياة المثلى مرتاحين وسعداء ببهجة دائمة. نتمنى لكم عاما سعيدا بسعادة الوعي. سلام سلام سلام. Open sleigh, hey! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.